كابتن أسامة، ألف مبروك، فوز كبير وفوز مهم، ويمكن أنت كنت متفائل قبل الماتش، أنا كنت مشدود شوية ده على طول وكنت مشدود متخوف. على طول مشدود يا كابتن، تعمل على طول مشدود في المباريات كلها. لا أنا كنت متخوف. بتاعت تجلتنا معاك بس الحمد لله رب العالمين، من أفضل الأشواط زي ما قلنا بين الشوطين، الشوط الأولاني بالنسبة للنادي الأهلي، وفوز مطلوب قبل الفترة الصعبة اللي جاية. مبروك للنادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي يستحق يكون في المباراه النهائيه. صحيح، ادى مباراه كبيره النهارده من حيث الارقام، التسجيل الاهداف الاهلي اللي سجل 3 اهداف النهارده، الاستحواذ، الفرص، الركنيات، كل حاجه النهارده كانت في صالح النادي الاهلي، حتى النواحي البدنيه. مظبوط، واحنا كنا بنقول قبل بدايه المباراه لازم النادي الاهلي يبقى عنده حده في عمليه الضغط، في حده في الكور المشتركه، في اللياقه البدنيه، في تقارب الخطوط، كل ده اللي احنا نادينا بيه قبل بدايه المباراه النادي الاهلي عمله من اول ثانيه في المباراه. مظبوط، قلنا مش عايزين نرجع لمباراه الدوري الريتم بطيء وضيع 45 دقيقه مني علشان ابدا ادخل الشوط الثاني، ممكن الشوط الثاني يضيع مني كمان. صحيح، لكن بدايه المباراه النهارده هي اللي ادت الافضليه للنادي الاهلي. مظبوط، النهارده من الواضح ان كولر يعني ذاكر فرقه سموحه كويس وشحن اللعيبه معنويا ونفسيا قبل المباراه كويس، علشان كده النهارده كانت البدايه اكتر من ممتازه. شفنا محمود كهربا في التحرك الاول في الهدف اللي عملها بالعرض، وكان فيها توفيق يعني انها تعدي من هاني سليمان عشان احمد عبد القادر مكمل. احنا اول حاجه قلنا لازم الاطراف حسين الشحات واحمد عبد القادر لازم ادوس في 18، لازم ابقى راس حربه تاني. النقطه دي هو احمد عبد القادر عمل الصح والتمركز الصح، التوفيق بقى انها تعدي من هاني سليمان. يعني نصيحه بقى مني لهاني سليمان، حاول دايما ما تستفزش مشاعر جماهير الاهلي او لعيبه الاهلي. انت النهارده على صفحتك الشخصيه قبل المباراه وامبارح تكتب كلام انا مستني المباراه وحاجات كده، فالنهارده يعني انت حارس جيد، لكن دايما خلي تركيزك في الملعب بس، ما تروحش الامور تانيه. انت عندك موهبه ما تستغلهاش في تضييع الوقت وفي استفزاز مشاعر الجماهير. دي نصيحة لهاني سليمان. بعدها الفرصة الثانية شفنا محمود كهربا حست بقى الهداف في الكرة اللي قدر يسيطر عليها ويعملها لحمدي فتحي، ومن لمسة واحدة قدر يسدد حمدي فتحي هدف من الأهداف الحلوة. النهاردة عجبني جدا شغل الأطراف. محمد هاني النهاردة لو اتكلمنا عن مكاسب المباراة، محمد هاني ما شاء الله بقى له فترة بداية من مباراة فاركو، بدا مباراه بيراميدز، امبي، بقاله 5 ماتشات حتى لو حتى مباراه المصري اللي تعادلنا فيها المباراه السابقه، محمد هاني بدا يثبت خطواته واقدامه في ناحيه اليمين بقوه. مزبوط، كنا دايما بنشوف محمد هاني وهو بيلعب ظهير ايمن دايما بيرتكن الى الناحيه الدفاعيه اكتر. لا، النهارده بنشوف محمد هاني بيتحرر، بيدوس في مناطق كان لازم من زمان محمد هاني يكون متواجد في الحتت دي. صحيح، يدخل ال 18، بيعمل بالعرض، بيسدد. فالنهارده دي نواحي بدا محمد هاني يضيفها بشكل جيد. النهارده الاطراف محمد هاني مع حسين الشحات عاملين جبهه رائعه النهارده. صحيح، النهارده شفنا شغل كتير ناحيه اليمين، ايضا الناحيه الثانيه علي معلول مع احمد عبد القادر عملوا جبهه النهارده رائعه، وده النهارده اللي كسب النادي الاهلي. الاطراف النادي الاهلي كان عنده انتشار جيد سواء في العمق الهجومي عن طريق محمود كهربا اللي كان بيتحرك في كل مكان وبيخلق مساحات لحسين الشحات. صح، واحمد عبد القادر يقدروا يشتغلوا فيها. النهارده كان في حاجه مهمه جدا جدا كنا مفتقدينها في بعض المباريات، اللعيبه بتكلم بعض وتوجه بعض. يعني حتى احنا شفنا كهربا الشوط الاولاني، أيوة، يمكن كان ليك تعليق عليها ان بيوجه كمان اللعيبه زمايله اللي هم وراه. دي كنا مفتقدينها بالظبط في محمد شريف وشادي حسين، الاثنين خامات كويسه. وبقول لجمهور النادي الاهلي لازم نقف جنب لعيبتنا دايما، احنا محتاجين اللعيبه كلها. المشوار عندنا لسه طويل، سواء دوري، سواء لسه في كاس مصر، سواء كاس عالم انديه افريقيا، فمحتاجين اللعيبه كلها. النهارده كهربا دخل، شادي حسين، هنلاقي محمد شريف بعد كده. كان كهربا بيعمل حاجه كنا مفتقدينها، ازاي بقى عندك قائد في الخط الهجومي. النهارده لما انا بقف وعايز اوجه الهجمه كنت بشوف كهربا بيشاور بايده. صحيح، لا يعني استنى حسين الشحات، استنى عبد القادر، ويقف ويقفوا جنبه، الكره تبدا تروح يبدا هو يضغط. النهارده ان في كل خط يبقى عندك واحد قائد، سواء في نص الملعب حمدي فتحي بيتكلم، سواء كهربا قدام ورا رامي ربيعه، ده مهم جدا في لعيبه النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي النهارده مكاسب كبيره،
حتى زي ما الكباتن قالوا كولر كمان ان هو يبقى عنده الجرأة يدفع بمحمود كهربا اللي غاب بقاله 6 7 شهور، فبرضه دي تحسب لكولر. بصراحة كلنا كنا متخوفين يعني، لكن قلنا النهاردة كهربا واحد من اللعيبة اللي وحشهم الملعب، جعان كورة نفسه ينزل يعني يجري في كل مكان. فالنهاردة توفيق ربنا سبحانه وتعالى كمان انه ينزل يعمل يصنع هدفين ويسجل هدف. لا يعني النهاردة اللعيب الكرة دايما حاسة التهديف موجودة عنده حتى لو قعد سنين وقعد شهور. كهربا النهاردة في كرة التحرك اللي عملها حسين الشحات قبل الهدف، شوف التحرك انه وسع لنفسه طلع لبرة وراح، ولما بدأ يتعامل مع الكرة ممكن يحط بطن رجله لكن هدع الكرة وشاف الجون تقدم حطها تشيب من فيه. دي مهارة عالية من لعيب كبير حتى لو غاب عن الملعب، لكن حاسة التهديف والمهارة موجودة والموهبة موجودة عنده. صحيح. تغييرات النهاردة تغييرات واقعية جدا، عندك مباراة قادمة مهمة بتريح بعض العناصر، بتنشط النواحي الهجومية. كريستو النهاردة خامة جيدة، شفنا النهاردة بيتميز بالسرعة، لعيب سريع بالكرة ما بيخافش، بياخد كرة عايز يروح واحد على واحد دايما وعايز يعدي. شفنا مروان عطية واحد من اللعيبة اللي عجبوني جدا النهاردة. مروان عطية مكسب كبير جدا إن شاء الله للنادي الأهلي في نص الملعب، لعيب عنده شخصية، لعيب حماسي في نص الملعب، مظبوط كميات جري في الوقت اللي لعبه كتير، عنده حتة انه بيغير الملعب من ناحية اليمين يعملها لعلي معلول او من ناحية الشمال يعملها لمحمد داني اقصى الملعب، دي عنده المهارة دي. دي لا مهارة مهمة جدا في لعيب نص الملعب. طبعا عندنا خالد عبد الفتاح ظهر يعني في وقت قليل ما لحقش، لكن برضو خالد عبد الفتاح مهم جدا في الناحية اليمين ومكسب، ظهر قفشه خد بعض الوقت وشادي حسين، لكن النهارده النادي الاهلي يستحق المكسب. صحيح. يستحق ان يكون في المباراه النهائيه النهارده اداء اكثر من رائع للنادي الاهلي.